السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS حيث نقوم بتجميعها والاجابة عليها في الحلقات التالية. ويمكنكم التواصل مع صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نقوم باختيار بعض الأسئلة للإجابة عليها. هنبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة اللي وصلت لصفحة البرنامج. من فضلك يا دكتور، أنا آنسة، في الفترة اللي ما بين الدورتين بتنزل مني إفرازات بيضة كتير لزجة وتعب جامد في الجنب، هل ده معناه أن تبويضي جيد؟ وأرجو من حضرتك الرد. وانا بقالي شهرين باخد حمض الفوليك، معرفش ليه يعني، وهل ده له علاقه بالتبويض؟ لا علاقه له بالتبويض. والاعراض اللي حضرتك بتقوليها اعراض قد تكون مرجحه للتبويض، لكن احنا اتفقنا بين الاطباء ان الاعراض اللي بتقولها الست بالنسبه للتبويض هي فقط اعراض مرجحه، وانعدام هذه الاعراض وانها تبقى مش موجوده دي كمان مرجحه لعدم وجود التبويض، لكن ليست قاطعه على الاطلاق، لا يوجد شيء قطعي بالاعراض في وجود التبويض، فالتبويض بيتعرف بتحاليل وبفحوصات ومتابعه بالسونار. كل اللي نقدر نقوله لحضرتك ان الاعراض دي ما هياش مقلقه. انا من هنا عندي 20 سنه متزوجه من 3 سنين، عملت عمليه كحت بحجه ان البطانه سميكه. تمام، وارد البطانه السميكه دي اسمها عند أطباء النساء لحمية في بطانة الرحم، وهذا قد يؤخر حدوث الحمل لأن البطانة دي غير جيدة لحدوث الحمل. وعملت أشعة بالصبغة طلع عندي رحم ذو قرنين. هنا غالبا الرحم ذو قرنين هو اللي أدى إلى الإمبريشن، إلى الانطباع إن في سمك في بطانة الرحم غالبا يعني. والدكتور أكد ليا إن دي حاجة بسيطة، هل هي فعلا بسيطة ولا لأ؟ من قرأ ومن رأى عرف. أنا ما أقدرش أجاوب حضرتك على الرحم ذو قرنين اللي عند حضرتك هل درجة بسيطة وهل تمنع ولا لا، لكن اللي شاف يقول، لكن كقاعدة عامة إن الرحم ذو قرنين حاجة تمنع الحمل لا. اللي عملت تحليل FSH 8 والL H 5 و9 والبرولاكتين 50، هل عندي تكيسات ولا لا، وهل ارتفاع هرمون البرولاكتين في الحدود الطبيعية؟ والدكتور اداني تشطيف وانا عارفة ان التشطيف غلط، ده اكمل ولا لا؟ حضرتك بس المفترض انك تاخدي علاج جيد لهرمون اللبن لانه الحقيقة مرتفع جدا ومقلق الحقيقة، واحنا نتابع بعد كده انخفاض هرمون اللبن نشوف الدنيا هتبقى ايه بالاستجابة للعلاج. والآثار الإيجابية لانخفاض هرمون اللبن في الستات اللي كان عندها ارتفاع في هرمون اللبن بتظهر تقريبا بعد شهرين أو دورتين، ساعتها نقدر نقيم الموقف هل في فرص لحدوث الحمل أو في تأثير سلبي ولا لا. إن شاء الله مبقاش فيه يعني. طبعا هنا برضو كالعادة يعني، طبعا الكاميرا بعيدة شوية، أنا هحاول أقرب الصورة. رسالة شديدة الطول، رسالة شديدة الطول من السيدة أمال من الجزائر، هي معانا على الشاشة اهي. الرسالة لو حضراتكم تقدروا تشوفوها يعني حوالي فوق عن 12 سطر طبعا، وكمان في ايميل تاني بعده او رسالة اخرى بعتها زوج السيدة أمال من الجزائر بيقول طلبت نتصل بيك للاستفسار عن مصاريف العلاج والتحاليل، لنا سنزوركم يوم 15 جوان ان بقينا من اهل الدنيا، اهلا بكم. هي الأمال من الجزائر، أود الحضور لكم العلاج، هل شرحت لي كيفية الوصول، كيف أقابلكم وشكرا. الحقيقة أنا هحاول أخلي أن أدمن الصفحة يرد على حضرتك بنفسه برسالة شخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمل من الجزائر، أرجو منك ردا مفصلا، وكذلك لأني أعلم أنك إنسان قبل أن تكون طبيب، أريد اهتمام بموضوعي وحالتي، لأن اتصلت بك الحصة أكثر من مرة ولم تتذكرني، وأريد تفصيلا. أنا عمري 33 سنة ومتزوجة من 8 سنوات، وعند الزواج حملت مباشرة بتوأم ثم توقف واحد، وأنجبت طفلة بعد ولادة عسيرة توفيت بعد 5 أيام من أثر كسر بالجمجمة. للأسف دي طبعا كانت ولادة متعثرة جدا. من ذلك الحين وأنا أجهضت 17 مرة، يكون الحمل في البداية أطول فترة كانت 7 أسابيع، لكن النبض لم يظهر أبدا ولا يظهر نبض في كيس الحمل، علما أن قمت ببعض التحاليل وبروتين سي 65، وقيل لي بسبب تخثر الدم وبهذا لا يصل الدم للمشيمة والجنين، هل هذا صحيح؟ استخدمت أسبرين وهيبارين لكن دون جدوى بالجنين لا يكتمل. بعد اكتشاف أن الحمل بأيام أجد الدم ينزل متقطع، أجريت تحليل بيتا اتش سي جي، وجد الحمل ينمو ببطء. هل يوجد أمل لحالتي؟ نعم يوجد أمل لحالتك، لأنه أحس باليأس. لا مفيش يأس، إن شاء الله في فرص، ما نقدرش نقول لحضرتك إنها أكيدة أو عالية لكن في فرص. لم أجد طبيب بالجزائر يفهمني، فمنهم من يقول يجب أن تجري تلقيح صناعي والأجنة الصالحة كروموزوميًا، هل هذا صحيح؟ وهل أحد أثبت إن في خلل في الكروموزومات هو السبب؟ مع العلم إن عندي حمل الأول أقوم بالرجيم، أريد أن أعرف التحليل المطلوبة للقدوم من مصر حتى أستطيع أرجو رد، هل يمكن في شهر جوان؟ لأني ابتديت في إجراءات، قدمت التأشيرة لمصر. أولا تنوري مصر، ثانيا في الفترة اللي حضرتك بتقولي إنك هتبقي فيها في القاهرة إن شاء الله هبقى متواجد في القاهرة، لأني قد لا أكون متواجد فترة بعديها شوية. نمرة 3، أرجو أن يتزامن موعد حضورك للقاهرة مع مواعيد الدورة الشهرية إذا كان هذا ممكنا، ده سيسهل من الأمر كثيرا. معنا اتصال تليفوني. ألو يا دكتور. أهلا يا إيمان، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة يا الله. يا دكتور أنا عاملة عندك عملية اللي هي بتاع البطن المهاجرة دي من شهر واحد. أولا دي معناها إنك من الفيوم، اسمها بطانة الرحم المهاجرة. تمام. معلش. أيوه. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ من شهر واحد، ورحت لك كذا مرة وعطتني الحقن وتابعت اللي أنت قلت لي عليه بالظبط. تمام. وما حصلش حمل. وهو نسبة حدوث الحمل مكتوبة عند حضرتك في التقرير بتاع العملية ان نسب حدوث الحمل فقط 50% خلال 6 شهور لسنة من بعد الجراحة، اللي لسه ما عدوش لحد دلوقتي، والنسب فقط 50%. هذه طيب هي طبيعة المرض اللي عند حضرتك. طيب انا جازي سافر اخد علاج برضو ولا امنع اوقف العلاج؟ لا هتوقف العلاج لحين عودة حضوره ان شاء الله. طيب هو ممكن يقعد سنة أو أقل شوية أو حاجة، يعني ممكن يحصل حاجة ولا العملية مثلا ترجع تاني ولا فيه؟ لا هو الأفضل عند عودته هو اللجوء إلى الحقن المجهري. الأفضل هو اللجوء إلى الحقن المجهري. يعني آخر حل كده؟ ده آخر حل، لأن بعد عودته بسنة من دلوقتي هيكون أثر العلاج التهبيطي والجراحة اللي حضرتك عملتيها لتهبيط هذا المرض راح وقل جدا، فرص حدوث الحمل بصورة طبيعية بتبقى موجودة لكنها بتكون أقل كثيرا من لو كنا حصل الحمل ده أو محاولات الحمل خلال 6 شهور للسنة الأولى من بعد الجراحة، ساعتها الأفضل اللجوء إلى الحقن المجهري. الحقيقة مشكلة مريضات البطانة المهاجرة إنهم مش متقبلين المرض اللي عندهم، مش متقبلينه أعراضا، لا مش متقبلين إننا نقول لها إن عندك حاجة خفية، إن له نسبة ارتجاع عالية جدا، إن له علاجات والعلاجات غالية ومكلفة، وإن رغما عن هذه العلاجات الغالية المكلفة إن قد يحدث ارتجاع للمرض وهذا طبيعة المرض، وقد لا يحدث حمل وهذه طبيعة المشكلة. ومرض البطانة المهاجرة نسب حدوث الحمل معاه قليلة ونسب الارتجاء إلى الحقن المجهري عالية، خاصة في الدرجات المرتفعة اللي بيكون فيها أكياس دموية على المبيض، نسبة ارتجاع الأكياس مرتفعة ونسبة حدوث الحمل بتبقى قليلة ونسبة اللجوء إلى الحقن المجهري بيبقى مرتفع، وده للأسف ما لا تتقبله السيدات، لكن احنا لا نملك سحرا، احنا نملك علما، وفي مرض له هذه الطباع علينا تقبل ظواهر هذا المرض. معنا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا استاذ محمد اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور انا المدام عندي حضرتك عندها تكيس. أيوة. ورحنا للدكتور وعملنا تخسيس وخدنا السيدوفاج، وبعد اول تنشيطه دكتور حصل حمل وانقطع الاتصال. ارجو ان حضرتك تعودني الاتصال بينا مره تانية، ويا رب يكون الحمل كان كويس.
طيب، كانت اخر دوره 19 مارس، عملت تحليل لهرمون الحمل 515 بعد تاخيرها باسبوعين، عايز اعرف كده الهرمون نسبته طبيعيه؟ لا الحقيقه اذا كان ده بعد تاخر الدوره باسبوعين ومستوى هرمون الحمل 515 فنسبه الهرمون قليله. تمام. الحقيقه برضو في حد بعت لي، برضو نستغل بس الكاميرا ونحاول نبين، حد بعت لي تحليل ومصوره لي التحليل وكاتبه لي الرقم وكاتبه لي القيم الطبيعيه بتاعه المعمل. الحقيقه لا داعي ابدا لذكر القيم الطبيعيه ولا ذكر، انا عايز الرقم ده، الرقم بتاع التحليل بتاع الست. كل الارقام اللي موجوده هنا دي لا قيمه لها بالنسبه لي على الاطلاق، انا عايز رقم واحد يتكتب في نص السطر بدل ما الاقي الرساله كل ده ومتصوره ولا اخره. انا الحمد لله مش محتاج ان حد يقول القيم الطبيعيه بتاع التحليل، حضرتك بس تقول التحليل بتاعك، هو التحليل مكتوب كده ان هو اقل من 1/10 يعني ما فيش حمل. دي بقى رساله بتقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخر مره الدوره جات لي يوم 1/4، عملت تحليل رقمي وتحليل دم عادي واختبار منزلي وطلع سلبي. الحقيقه لما بتيجي ستات وتتكلم وتقول انا عملت اختبار حمل، فبنقول لها ولما يطلع اختبار الحمل ايجابي بنقول لها اعملي اختبار حمل رقمي في الدم، فهو الاكثر دقه في بيان كفاءه الحمل. بيان ايه؟ كفاءه الحمل. لما يبقى في حمل نقوم نعرف كفاءته باختبار الحمل الرقمي. نقوم بقى شوف احنا بنقول ايه، لما يبقى في حمل نعرف كفاءته باختبار الحمل الرقمي. تقوم تيجي ست بقى تقول لنا انا عملت اختبار حمل طلع سلبي وعملت اختبار حمل في الدم طلع سلبي، اعمله رقمي؟ ها، هم فاكرين ان اختبار الحمل الرقمي ها اكثر حساسيه لانه يلقط فيه حمل ولا لا. اختبار الحمل الرقمي ده بيتعمل للست اللي اوريدي اللي بالفعل اللي ثبت بالدليل القاطع انها حامل. الست اللي عندها حمل نقوم نعمل اختبار حمل رقمي نشوف كفاءته ايه. مش عملت اختبار حمل في البول فطلع سلبي وعملت اختبار حمل في الدم فطلع سلبي فقلت اما اعمله رقمي فطلع برضه سلبي، اكيد طبعا الاختبار الحمل الرقمي مش وسيله لاثبات في حمل ولا لا، ده وسيله لاثبات الحمل اللي موجود اللي شخص باختبار حمل عادي. ها، كفاءته اخبارها ايه؟ طب اذا ما كانش في حمل ولم يتم تشخيصه باختبار الحمل العادي يبقى مفيش معنى لعمل اختبار الحمل الرقمي. طيب هنكمل الرساله دي بس بعد ما ناخد الاتصال التليفوني اللي معانا. اتفضلي يا رشا. اتفضلي يا رشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عادل، أنا كنت عاملة عندك عملية منظار يوم 14/4، ثم وبعد كده بعد ما عملت التقرير أنا قلقت منه جدا، ممكن جوزي يقرا لك التقرير؟ وحضرتك قرقتي منه ليه؟ التقرير ده هو اللي موجود عندك. يعني عايزه اعرف بقى حضرتك، هل نسبه الحمل الطبيعيه عندي هتبقى قد كيف؟ قد كيف؟ طب هو مكتوب عند حضرتك في التقرير ايه؟ طيب جوزي معاك هو هيقول لك عشان لا، مكتوب عند حضرتك في التقرير نسب الحمل الطبيعيه قد كيف؟ بعد 6 شهور. ايوه، اسمها خلال 6 شهور. تمام؟ وجوز حضرتك كان موجود يوم العملية، يبقى حد كلمه وفهمه زي اللي قعدت تقول لي أنا كنت عملت العملية وفقت بعد 4 ساعات فقالوا لي إن حضرتك مشيت. الحقيقة يعني ليس من متطلبات أي طبيب في العالم إنه يفضل موجود في المستشفى لحد ما السيدة تستعيد إفاقتها تماما بعد 4 ل6 ساعات من الجراحة. تمام؟ وإن إحنا بنقابل زوج السيدة أو اللي موجود معاها وبنشرح له اللي موجود وبنكتب لها تقرير، والتقرير كمان نرفقه بتقرير باللغة العربية، واللي مش عارفة تقرأ ده تقوم تيجي إلى العيادة لمقابلة المسؤول عن شرح التقرير. تمام؟ بنعمل ده كله وبعدين حد يقول لنا إيه؟ أصل مش فاهم. طب تبقى المشكلة فين؟ يقول لك أصل التقرير مش واضح، أصل ما هو التقرير ده معمول للأطباء مش معمول للمريضات. تمام؟ وبالتالي اللي مكتوب اهو في خلال 6 شهور اذا ما حصلش حمل بصوره طبيعيه يجب اللجوء للحقن المجهري، فحضرتك تستنفذي هذه السبل ان شاء الله. نرجع تاني للرساله اللي كانت معانا بتقول عملت اختبار حمل في البول وفي الدم واختبار حمل رقمي وطلع سالب. وبعدين شوفوا التعلق بقى.
النهارده يوم 12/5 عملت سونار طلعت بطنط الرحم سميكه، هل بطنط الرحم السميكه عشان البيريود اتاخرت وهتنزل، وهل ممكن يكون في حمل متاخر؟ مع العلم ان اخر دوره كانت من 42 يوم والتحليلين طلعوا سالب، وهل تحليل الدم الرقم ممكن يكون خطا وممكن يكون دقيق؟ كل ده محاوله للتشكيك في ومتى السونار على البطن يبين وجود حمل، لو كان في حمل السونار اللي عملته النهارده ده بينه ولا لا، وهل السونار ادق من تحليل الحمل الرقمي؟ حضرتك مش حامل نقطه. تمام، معانا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا فندم. ايوه لو سمحت يا دكتور، متجوزه بقالي سنتين. أيوة. ومن اول شهر، من ثاني شهر على طول حملت، وقعدت 9 شهور مفيش اي حاجه ولسه قيصري، بس البنت كان فيها عيب خلقي، المريض كان داخل على القصبه الهوائيه، واتعملت عمليه وتوفت بعد 17 يوم. أيه. من بعدها ما خدتش اي طبعا وسيله ولا اي حاجه، قعدت 3 شهور ما كانش فيه، ما حصلش حمل، وبعد كده خدت 3 شهور منشطات. البويضه وصلت 18. أيه. بس ما خدتش ابره تبديل. بعد كده قعدت شهر ما حصلش برده حمل، ثاني شهر الدكتور طلب مني اشعه بالسبله طلع فيها انبوبه مسدوده بس، وده يعتبر ثالث شهر بقى، يعني الشهر اللي انا عملت فيه الثقه هو دوت، وبرضه ما حصلش حمل. واحنا مش قرايب ولا انا ولا جوزي يعني. لا مالهاش علاقه بالقرابه على الاطلاق. المهم بالخلق يعني. اه يا فندم انا عارف كويس قوي وبقول تاني، سمعت كويس وعارف وبقول تاني، مالهاش علاقه بالقرابه على الاطلاق. انا بس بسال سؤال، هو التشخيص ايه اللي اتقال لحضرتك انك عندك ايه، اللي مأخر الحمل ايه؟ قال لي لا هو بس البويضه كانت اول حاجه بالكولوميد وصلت ل 11 9 و10، بعد كده الشهر اللي بعديه كولوميد وكولوميد بس وصلت برده ل 12، بعد كده واتخدت 3 ابل وصلت ل 18، بس برده ما حصلش حمل، بس انا مليانه يعني جسمي مليان، وباخد دلوقتي السوفاج الدكتور قال لي امشي عليه على طول. ده عشان حضرتك عندك ايه؟ هو ما قالش تكيسات، بس هو قال لي عشان الهرمونات بتاعتك متلخبطه لسه بعد الحمل. يا سلام. فانا بقالي دي سنه كده. يعني لسه اثر هرمونات الحمل اللي فات ممتد لحد سنه من بعد الحمل. والسيدوفاج ده ما هواش علاج لتكيس المبايض. يعني حضرتك ممتلئه في الوزن وعندك تبويض ضعيف والدكتور بيكتب لك سيدوفاج، لكن كل ده وحضرتك ما عندكيش تكيس مبايض. مش كده؟ لا عندي، بس اول يعني من اول شهر كان على طول انا حملت. لا احنا ما نتكلمش على ما كان، حضرتك بتساليني دلوقتي وعايزاني اعالج دلوقتي المشكله اللي موجوده سنه 2014، ولا عايزاني اشخص وعالج واتعامل مع حضرتك على ما كان موجود في نهايه 2012؟ ايوه. طب ماشي، اعمل ايه؟ تحليل ايه او اعمل ايه؟ لا حضرتك وعندي انبوبه مسدوده، فده عصبه يعني ولا ايه؟ حضرتك بس ردي عليا الاول، حضرتك عايزانا نتعامل مع اللي موجود دلوقتي ونشخصه ونعالجه، ولا نتعامل مع الحاله اللي كانت موجوده من سنه؟ لا دلوقتي. وغريبة جدا، حضرتك عارفة ان احنا لازم نتعامل مع دلوقتي، ومع ذلك من دقيقة قلتي لي لا، بس انا قبل كده من سنة حملت على طول. تمام؟ يبقى احنا لو سمحتي حضرتك بقى التشخيص اللي عندك ان عندك ايه؟ هو ما قاليش حاجة، هو بس بيديني استفزاز. طب يا فندم عندي تكيس. عظيم، حضرتك عندك تكيس مبايض، كويس. أيوة. نبتدي بقى نتكلم في ده، اسمعيني من خلال التلفزيون بعد اذن حضرتك. حضرتك عندك تكيس مبايض، وعلاج تكيس المبايض نمره 1 ان يحصل خفض للوزن، وطبعا الهرمونات متلخبطه بسبب زيادتك في الوزن، والهرمونات متلخبطه مش بسبب الحمل اللي فات، والهرمونات متلخبطه مش بسبب حضرتك بيتقلك، وحضرتك فقد الوزن هو الاساس في العلاج. حضرتك مريضة تكيس مبايض، عندما يتم الاعتراف بهذا من حضرتك ومن المعالج، وعلى أساسه نضع خطة علاج صحيحة وتحاليل صحيحة، سيكون في نتائج مجدية. أما إن في أنبوبة مسدودة، دي حاجة تؤثر بالسلب. لو الأنبوبة، لو ست عندها أنبوبة واحدة دي ممكن تحمل وتملى الدنيا أطفال بدون أي مشاكل، وبالتالي الست اللي عندها انسداد في أنبوبة واحدة برضو ما عندهاش مشكلة، الا اذا كان انسداد في الانبوبه ده سببه التهاب في الانبوبه، فالتهابات الانابيب بتيجي الاثنين مع بعض،
او التصاقات في الحوض، فالالتصاقات دي شديده على ناحيه قفلت انبوبه لكن قد تؤثر بالسلب على الناحيه الثانيه. يبقى الموضوع محتاج تقييم لانسداد الانبوبه ده سببه ايه، لكن قبل ده وبعد ده في مشكله حضرتك بتاخدي علاج ليها، وكل الظواهر والشواهد والعلاجات تسير في اتجاهها، لكن لم يتم قول هذا حقيقة. عندما يتم الاعتراف بهذه المشكلة أنت والمعالج ويقول لحضرتك بالصراحة هو ده اللي هيبقى ينجح في علاج حضرتك إن شاء الله. معنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا ستي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور أنا متابعة مع حضرتك، وكان محصل لولادة مبكرة. أيوه. وحضرتك قلت لي اتعالج معايا، اتعالجت في اول قبل الحمل وحصل حمل، وقلت لي اتابع معايا وهعمل لك عمليه ربط. وبعد كده روحت يا دكتور، انا رحت كشفت، راح الدكتور قال لي لازم تاخدي حقن اللي تحت الجلد دي توصل دم للجنين. وهو الدم ما بيوصلش؟ ايه يا دكتور؟ وهو الدم ما بيوصلش؟ هو قال لي في نسبة وعندك نسبة بسيطة، نسبة تجلط بسيط. وده مثبت في أي تحليل؟ وقال لحضرتك إن ده سبب للولادة المبكرة؟ قلت له سبب الالتهابات في عنق الرحم. لا، أنا بقول لحضرتك، اتقال لحضرتك إن التجلطات وإنك محتاجة تاخدي إبر تحت الجلد هو ده سبب الولادة المبكرة؟ اه الدكتور قال لي يا دكتور كده، قال لي لازم تاخدي كل يوم حقنه وتمشي وتعمل ربط ومش عارف ايه، وعمل لي تحليل قال عندك نسبه عندك املاح وصديد. وصديد عمل لحضرتك تحليل دم قال لك ان في املاح وصديد، تقصدي اكيد تحليل بول يعني؟ ايوه يا دكتور. طيب انا هجاوب حضرتك. حاضر. طبعا أنا ما شفتش التحليل فما أقدرش أحكم، لكن من رأى يحكم. إذا كان تحليل الأجسام المضادة بيقول إن في أجسام مضادة، يبقى لازم من أخذ أدوية للسيولة، وأخذ أدوية السيولة شيء يفيد في إن الحمل يصل بحجم الجنين إلى الحجم الطبيعي، لكن التجلطات في الدم اللي مطلوب إن يتاخد لها أدوية السيولة ليست على الإطلاق سبب للولادة المبكرة. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور. اتفضل. أنا حضرتك متجوز بقالي 6 سنين دلوقتي، من 2008، معايا محمد عنده 4 سنين ونص. أيوه. ضغط 5 سنين، يعني فمفيش حمل كان دلوقتي، وعملت عملت أشعة بالصبغة وعملت تحاليل وعملت تلقيح صناعي من فترة كده من حوالي شهرين ومفيش برضه فايدة. طيب. وعرضنا على دكتور هنا جنبنا، فورينا التحاليل والاشعه بالصبغه والكلام ده كله، قال ما فيش اي حاجه، ممكن تحمل طبيعي جدا، بس عملنا اللي هو التلقيح الصناعي ده برضه ما فيش اي حاجه. ايوه. طب يعني ايه الحل لحضرتك؟ طيب التشخيص ايه عشان اقدر افيد حضرتك في حل؟ يعني والله انا ما عملنا اشعه بالصبغه، قال لك كان في انابيب مشدوده، ويعني الجماعات مليانه شويه يعني. طيب ولو الجماعه مليانه شويه قالوا لها ان ده مشكله؟ يعني في تحاليل؟ لا مفيش مشاكل، هو يعني دكتور قال ما عندكش حاجه ولا هي عندها حاجه. في تحاليل هرمونات اتعملت؟ لا، هو خدت اللي هو عملنا متابعه تبويض كم مره كده ومفيش فايده برضه. اه لكن مفيش اخر حاجه بقى قال لي ممكن تعمل منظار. مفيش تحاليل اتطلبت منها يعني؟ لا، هو اخر حاجه عملناها لشعب السبع، وعملنا اللي هو التلقيح الصناعي ده اخر حاجه. يا حضراتكم متزوجين بقالكم قد ايه؟ من 2008. طيب حاضر. طبعا ان من 2008 حضراتكم متزوجين، يعني 6 7 سنين، ومفيش في ال6 7 سنين دول تحليل اتعمل للست، فانا الحقيقه ساحاول الا اعلق على هذا. تمام؟ لان ده التعليق عليها هيبقى حاجه صعبه قوي. حضرتك عشان يقولوا لك تحليلك كويس او ان انت عندك قدره على الانجاب، قالوا لحضرتك انك تعمل تحليل للسائل المنوي. وبناء على التحليل، مش بناء على انهم بصوا لك ولا بناء على انهم فحصوا الخصيه زي ما بيفحصوا المبيض عندها، قالوا ان حضرتك قدرتك على الانجاب موجوده ولا لا او قد ايه. اما هي فبدون اي تحاليل ما نقدرش ناخد كلام قطعي،
صحيح أن التحاليل ستشير إلى وجود أي خلل في الهرمونات أو في التبويض، ووجود هذا الخلل في الهرمونات أو التبويض من الصعب أنه هو يحدث تأخر تام للحمل لمدة 6 شهور 6 سنوات. لكن دي خطوة ما اتعملتش في الأغلب، ال6 سنوات من غير حدوث حمل مطلقا هتحتاج أنها تعمل منظار لبيان سبب عدم حدوث الحمل، لكن بعد استبعاد الأسباب الأخرى، وهذا لم يتم استبعاده لأن ما فيش تحاليل مظبوط اتعملت. طيب برضو كمان دي مبعوت الرسالة دي أخ كما أكثر من مرة، دعاء بورسعيد، آخر دورة 18 مارس، تحليل رقمي بعد غيابها 15 يوم، يعني تقصد تقريبا على أول 5 والتحليل كان 515. لا التحليل ده ضعيف، لتاني مرة بقول إذا كان التحليل صحيح. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام يا مها، اتفضلي. والله يا دكتور حضرتك انا عندي 33 سنة والزوج عنده 34 ومفيش، ومتجوزين بقالنا اكتر من 16 سنة. ايوه. فحضرتك هو ما عندوش اي حيوان منوي خالص، وخد عينة من خصية وكده. فبيقولوا في علاج الخلايا الجذعية، هل دي نزلت في مصر فعلا يا دكتور؟ حضرتك الحيوانات المنوية منعدمة في العينة الملخصية كمان ما فيهاش؟ طيب. وقالوا لحضرتك مين بقى اللي قال لحضرتك على علاج بالخلايا الجذعية؟ لا انا لسه سامعين عنها، يعني احنا رحنا الدكاتره قبل كده قالوا ان هي موجوده بس مش في مصر، وسمعتها يعني بقى بسمع برامج قالوا ان هي بقت موجوده في مصر دلوقتي. فهل الكلام ده يعني واحد في امل في الله يعني؟ في امل في الله. في امل في الخلايا الجذعيه ان شاء الله في حياه احفادنا، يمكن يكون في امل بهذه الخلايا الجذعيه بره ومش في مصر. لا، ناس قالوه في مصر، ارجو من الله الا اصف ما يقولوه بشيء عشان ما ياخدوش من حسناتي. السلام عليكم، حضرتك طلبت مني ان انا اخفض وزني ونزل الوزن لكن ما زال عندي بطن، هل انقاص الوزن كفايه ولا يجب انزال منطقه البطن؟ لا الحقيقه الستات اللي عندهم تكيس مبيض احنا قلنا ان بنقول لهم تخفيض الوزن شيء اساسي جدا في العلاج. الخلل اللي في الهرمونات اللي في تكيس المبيض بيخلي السيدات اللي عندهم تكيس مبيض دايما عندهم امتلاء في منطقه اسفل البطن. هذا الامتلاء اللي في منطقه اسفل البطن مش هيتحل ومش هيروح، الست لما وزنها هيقل الوزن هيقل لكن منطقه البطن مش هيبقى ظاهر فيها النزول ده. وهذا النزول اللي في منطقه اسفل البطن ليس مطلوبا، اللي مطلوب هو ان الميزان يتحرك. معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ايوه دكتور عادل، اتفضلي. الو، انا متابع معاك من شهر 10 2013. ايوه. وللاسف ما حصلش حمل. دكتور عادل معايا؟ حضرتك اتكلمي اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا يا جماعه لما حد يتصل يعني احنا من الضغط بتاع الاتصالات بيبقى فيه اعطال فنيه كتيره جدا في الاتصالات، فبمجرد ان حد يدخل على الهواء يتكلم مباشره. السلام عليكم، انا عندي اجهاض متكرر، متزوجه من 1.5 سنة واجهضت 3 مرات في نفس الميعاد اخر الشهر الثاني، وعندي الار اتش وعملت تحليل طرش ملوش اي اهميه، الاجسام المضاده ظهر عندي نسبه تجلط 42، النسبه دي طبيعيه. الحمل الثالث اخدت جسبرين وحقن 20 كليكسان وفوليك اسيد دوفاستون وبرده اجهضت، دول ليسوا علاج للاجهاض. بعد كده الدكتور قال لي اخر حاجه نعملها تحليل الكروموزومات، وانا مش قادر وانه مش قادر يعرف السبب، خصوصا التحليل سليمه مفيش غير نسبه التجلط البسيطه 42، ده ليس النسبه الطبيعيه لحد 42.5 و43. واخدت علاجها وبسقط برضو نفس الميعاد، علم انه زوجي مش قرايب، لا علاقه القرابه بين الزوج والزوجه، فان يكون في خلل في الكروموزومات يسبب الاجهاض. ولم اقل ان الحاله بتاعتكم مشكلتها كروموزوميه، لكن الحالة بتاعت حضراتكم دي فيها مشاكل يجب الذهاب لمتخصص لمحاولة اكتشافها. تلت الحالات بتاعت الإجهاضات المتكررة قد لا نصل إلى سبب واضح، لكن في حالات قد نصل لسبب واضح وفي تحاليل أخرى يجب إجراءها وليست ما أجرتوه
هو كل التحاليل وليس تحليل كروموزومات. المطلوب من حضراتكم هو التحليل الوحيد المتبقي. معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا مدام فاطمه، انا متجوزه من سنه 2008، قعدت شهر وحبلت على طول، والمولود نزل عنده عيب كلخ في القلب. عملت عمليه بعد 8 شهور فتوفي، فمن يومها انا ما حصليش حمل، فرحت اعمل حقن مجهري، خدت الحقن وجهزت، والدكتور اللي شاف عند التبويض فقال لي عندي الدونه في الرحم، فعملت تحت، فجاني ثاني شهر برضه اعمل حقن مجاري، فقال لي التبويض ضعيف، فقعدت فتره ورحت اعمل عمليه حقن مجاري، فعملتها واتجمد، بس ما نفع يعني ما نجحتش، الدكتور قال لي جوده البويضات ضعيفه. ايوه. فما نفعتش، فرحت عند دكتور تاني، فعملت منظار مبيض، فقال لي كويس، وتابعني تبويض بعدها 3 شهور، عامله من 3 شهور، فتابعني تبويض بعدها، بعد ما عملت المنظار التبويض عندي كويس جدا، وكان بيديني طبعا التفجير، بس التبويض عندي كان بيحب عندي بويضتين اللي هو 18 في 20. وعملت اللي هو اللي عملت اشعه الصبغه وطلعت كويسه مفيش حاجه. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ تعملي تحليل لمخزون المبيض من البويضات، وتعرفي ان ما يرى على السونار هي اكياس، وغالبا اكياس فارغه في 6 نوعيه البويضات عندها سيئه زي ما اثبتوا في الحقن المجهري، وان ما قيل لك على السونار لا قيمه له على الاطلاق، وان القيمه الحقيقيه هي للبويضات التي تم سحبها في الحقن المجهري واكتشاف عدم كفاءتها عددا وجوده، وبالتالي محاوله افهامك ان في تبويض كويس بمجرد اخذ منشطات محاولة غير صحيحة على الإطلاق. 3 محاولات لحقن مجهري، محاولة اتجهزت لحقن مجهري وبعدين قالوا لها عندك دهنة في الرحم، تقصدي أكيد لحمية في الرحم، وده اللفظ المستخدم، وكان من الأولى عمل سونار مهبلي رباعي الأبعاد قبل اللجوء إلى الحقن المجهري وإعداد السيدة وأخذ الحقن لاستكشاف الحوض وبيانه وتحضير أي مشكلة وعلاجها قبل ما ناخد ده. ثم كان من الممكن سحب البويضات وتجميدها لحين إزالة اللحمية. الكلام ده ما تمش وراحت المحاولة دي. المحاولة اللي بعديها محاولة لم تصلح. المحاولة الثالثة محاولة قالوا لها فيها أن البويضات عددا قليلة وكفاءة ونوعية سيئة، ومع ذلك حد مصر أن يديها منشطات ويبص عليها بالسونار ويقول لها الله البويضات دي كويسة. ما يرى بالسونار هي أكياس، الأكياس دي قد تحمل بويضات وقد لا، وقد تكون جيدة وقد لا، والدلالة على ده هي تحاليل للهرمونات، والدلالة القطعية أكثر قطعا هو سحب هذه البويضات، محاولة تخصيبها في المعمل وقت الحقن المجهري، فإذا كان ده فشل ولم يتم فهذا يعني سوء نوعية البويضات، وأي محاولة لإيهام إيهام إيهام السيدة بالسونار بأن عندها تبويض كويس هو وهم يصدر لها، والأولى هو عمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات ومحاولة توجيه السيدة للحقن المجهري. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ محمد، اتفضل. دكتور أنا فندم، المدام عندها تكيس. أي. ورحنا للدكتور وعملنا تخسيس في الوجه وخدنا السيدوفاج، وبعد أول تنشيط دكتور حصل حمل. حضرتك اللي اتصلت من شوية التليفون اتقطع. أيوه اتفضل. بالظبط يا فندم بالظبط. وبعد أول تنشيط دكتور حصل حمل النهارده اليوم التاسع دكتور. كويس. في اول الحمله يا فندم كان في افرازات كاكاوي وبعدين فرط بيضة. واليوم الثامن يا دكتور بقت افرازات بامبي ونقطه بني. أيه. في اليوم الثامن رحنا للدكتور حضرتك وقال لنا اعملوا تحليل رقمي في اليوم الثامن. ايوه يا فندم، ثانيه واحده بس بعد اذنك، التحليل الرقمي اهو عشان اللي بعت التحاليل اللي عملها كذا مره، التحليل الرقمي بيتعمل لما الست تبقى حامل لبيان كفاءه الحمل، مش بيتعرف بيه الست حامل ولا لا، هي عرفت انها حامل فالتحليل الرقمي، لان عندنا شك في كفاءه الحمل نتيجه لنزول دم بنعمل تحليل رقمي. مظبوط. طلع كام بقى؟ طلع يا فندم العدد في اليوم الثامن 287. ده في اليوم الثامن من انقطاع الدوره؟ تمام يا فندم. يعني هي اخر دوره جت يوم ايه؟ جت يوم 8/4. يوم 8/4، والتحليل اتعمل يوم ايه؟ اتعمل في يوم بعد بالظبط دكتور 8 ايام من انقطاع الدوره، من يوم 8/5 وانقطاع الدوره بعد 8 ايام عملنا التحليل.
ايوه، ما هو يعني بعد 8 ايام ده المفروض يوم 16 17، ده احنا لسه ما وصلنالوش. اتعمل من كام يوم؟ طيب يا فندم، من النهارده من كام يوم؟ قبل النهارده بكام يوم؟ النهارده التاسع يا دكتور. يا فندم التاسع في الحمل. التحليل اتعمل امتى؟ النهارده اهو. اتعمل امتى قبل النهارده؟ بقاله كام يوم معمول؟ اتعمل في اليوم الثامن يا دكتور. يا فندم بقالك كام يوم استلمت النتيجه؟ رد عليا قول لي، من يومين، من ثلاثه، من اربعه؟ امبارح يا دكتور، امبارح. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طيب امبارح ده التحليل ده بالنسبه لامبارح قليل. المفترض ان الست دي لما تعمل تحليل في يوم زي امبارح بالنسبه لاخر دوره كان مستوى هرمون الحمل في الدم يقترب من 3000، يدور حول 3000. يجي بقى 2000 2200 2500 2700 2900 3200 ارقام كده يعني. لكن انه يطلع 200 ده بعيد قوي عن الرقم المنتظر، وبالتالي هذا يشكك في كفاءة الحمل، خاصة في وجود ان الست دي بتشتكي ان نازل عليها افرازات والافرازات ملونة. الافرازات البيضة في اول حمل ما هياش بيانا مشكلة، لكن افرازات مدممة لون بني لون احمر لون وردي، كل ده بيشكك في كفاءة الحمل. طيب في عندنا كمان اس ام اس، انا عملت منظار بطن عند حضرتك عشان مرض هجرة بطانة الرحم، اخدت حبوب من الحمل بعد الجراحة، هل المرض بيرجع تاني؟ نعم، هو اكثر امراض الطب ارتجاعا، ولا بس بيأخر الحمل؟ لا، بيرجع تاني، وهو اكثر امراض الطب ارتجاعا وهو مانعا للحمل. واذا لم يحدث حمل خلال 6 شهور فيتم اللجوء الى الحقن المجهري. المدام كمان اللي اسمها مشيرة بتقول انا عملت منظار بطن عند حضرتك لازالة كيس دم والكيس ارتجع، هذا وارد وهذا مكتوب، ولو حضرتك شفت التحاليل اللي حضرتك عملتيها هتلاقي ان حضرتك عندك نشاط عالي للمرض ونسبة ارتجاع المرض مرتفعة، والاكياس اللي بتبقى بعد الجراحة مباشرة جزء منها كبير ما بيبقاش ارتجاع للمرض في حد ذاته، ولكن بيبقى تجمع دموي من اثر التدخل الجراحي وقص المبيض وارتجاعه. وكان الاولى بحضرتك ان حضرتك تجيبي التقرير ونقعد نقراه ونفهمه لحضرتك تاني، بدل ما حد يوهم حضرتك بالكلام اللي مكتوب، ونحدد خطة العلاج مع الأخذ في عين الاعتبار ان دايما مرض البطانة المهاجرة هو من اكثر امراض الطب ارتجاعا، ونسبة ارتجاع المرض عالية جدا خاصة في الدرجات المتقدمة واللي فيها اكياس دموية. وبالتالي امال طب بنعمل المنظار ليه بقى اذا كان فيه ارتجاع؟ بنعمل منظار عشان استكشاف الحوض وكفاءته والانابيب والالتصاقات وفرص السيدة في انها تحمل طبيعي ولا لا، ولا انها تروح مباشرة الى الحقن المجهري، ولمحاولة تهبيط اثر المرض. الكلام ده زي ما بنقول مش متقبلين الناس، الناس فاكرة ان احنا هنعمل سحرا هندوس على زرار هيختفي الامراض. لو كان هذا لما كانش في عائق، وكان اولى باللي قال لحضرتك كده ان يقول لك ان دي تجمع دموي من بعد الجراحه، وانه بمتابعته وبالحقنه وعمل اثرها وبانتهاء اثرها بعد 6 لـ9 شهور يجب اعاده تقييم الموقف، عندها بيكون اثر الحقنه الاجمالي ظهر، فساعتها يقيم موقف الاكياس وحجمها وفرص حدوث الحمل منها. وكان ده الكلام العلمي الصحيح لو حد عايز يفيد ويقول كلام علمي. لكن مرض البطانة المهاجرة له نسبة ارتجاع عالية وله تأثير سلبي على فرص السيدة في الحمل. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا. وسننزل على صفحة البرنامج الأغنية الموجهة باسم هذا البرنامج والذي انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي، يا رب دايما يخلينا بشرة خير، ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي، يا رب دايما 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 اللي يفضل بينا هو بشرة خير.